عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. دكتور محمد برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. خليني أتكلم مع حضرتك بشكل عام عن يعني ما قامت به قناة الجزيرة القطرية والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من منهج قامت باتخاذه في الأيام الماضية. تفضل يا فندم. يعني أولا طبعا يعني غني عن القول، يعني كلنا أعتقد في مصر أصبحنا مدركين تماما أن هذه المنصات هي منصات تستهدف في المقام الأول هذا الاستقرار والنظام في مصر والتأثير على المواطنين وعلى حالتهم النفسية وحالتهم المعنوية. أعتقد أن هذا الأمر أصبح واضح تماما. هذه القنوات بما تقدمه من إعلام لا يمت الإعلام بالطلاع ببساطة شديدة. إذا ما رجعنا للمعايير الإعلامية التي يجب أن تكون موجودة في أي تناول إعلامي لأي قضية، هنجد أن هذه القنوات أو غالبية هذه القنوات إرسالها كله من بدايته لنهايته هو الهدف منه مصر، الهدف منه المواطن المصري، الهدف منه النظام المصري، وبالتالي كلها موجهة في اتجاه معين واضح تماما لأي إنسان بيتابع هذه القنوات. ما فيش إعلام في الدنيا من أول ما بيبدأ لغاية ما ينتهي هو موجه لهذا الاستقرار، موجه لدعم العنف، موجه لدعم الإرهاب، موجه للقاتل، موجه للدم. هذا الإعلام واضح توجهه تماما. وأعتقد أن المعايير الإعلامية والمنظمات الدولية يجب المنظمات الدولية التي تهتم بهذه المعايير الإعلامية يجب أن تتخذ موقف تجاه هذه القنوات، لأن هذه القنوات لا تقدم إعلام. الإعلام ببساطة شديدة هو أنا أقدم إعلام مهني، إعلام يراعي الأخلاقيات، وبالتالي ما فيش إعلام بهذا التوجه من أوله لآخره. ده جانب. لكن خليني أعوز لحضرتك حاجة مهمة جدا، إن البيت القصيد أو أقصر الطرق في مواجهة الشائعات ومواجهة الأكاذيب ومواجهة التدليس ومواجهة الأخبار الكاذبة المفبركة، الأقصر طريق لده هو نشر الحقائق والمعلومات. وخلينا أقول لحضرتك إن دي مش حقيقة علمية بس، لا ده واقع التجربة خلال الأيام اللي فاتت أثبت صدق هذه الحقيقة. حضرتك لما تاخدي مسح للقنوات المصرية خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، سواء كانت قنوات خاصة أو قنوات عامة، وهذه الصحوة اللي أنا سعيد جدا بيها في هذه القنوات إن هي تقدم الحقائق والمعلومات، الكاميرات كلها نزلت شوارع الميادين يقول يا جماعة عندنا 10 15. يعني انا اتذكر كويس جدا امبارح كان القناه عندكم في اكسترا نيوز تقريبا 16 ويندوز صحيح موجودين. ده حقيقي وبتنقل من كل المحافظات. صحيح من جميع المحافظات ومن جميع الميادين المهمه. هم يقولوا بقى زي ما يقولوا، يعني يقولوا الميادين وفي مظاهرات وفي منذ قليل وفي مش عارف ايه. الحقيقه عندي هي الحقيقه مباشره على الهواء، عندي من 16 مكان من اهم ميادين مصر دي حقائق. نعم. أنا بقدم حقائق، فاستحوذ أنا بالفعل أتابع أو بشكل جيد ويكون عندي اهتمام بأن أنا أوضح الحقائق والمعلومات وفي توقيت مناسب للمشاهد. صدقيني ده عمل إيه؟ صحيح ده حقيقي. والانصراف طبعا عن هذه القنوات والتوجه للقنوات المصرية سواء كانت عامة أو خاصة. طبعا يا فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معايا عبر الهاتف الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. شكرا جدا لحضرتك.